أعزائي المشاهدين، سلام أهل الجنة عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. هو خادم الدعوة الذي لم يأخذه طغيان الحياة المادية من قداسة الدين إلى قداسة الدنيا، قرر في لحظة مفصلية أن يشد رحاله مودعا شوارع الرفاه والمدن المخملية باتجاه قرى الجوع والأزقة المنسية، مختارا لنفسه مكانا قصيا بين هؤلاء الفقراء والأيتام والمحتاجين. قضى جل سنوات عمره في العمل الإغاثي الذي يضطره في كثير من الأحيان لأن يكون في مواجهة مع الموت في سبيل أن يمنح الحياة للآخرين، عبر كسرة خبز أو شربة ماء، قاطعا المسافات الطويلة والطرق الوعرة التي يتهددها الخطر من كل جانب. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة أخ فاضل عاش في إفريقيا سنوات وتحمل الكثير من الصعوبات، الأخونا جاسم سليمان المطر. حياك الله أبو صالح. الله حيك يا دكتور. يا وصيح أبو صالح، أنا أذكر أنك رحت معي عدة مرات ورحت بدوني إلى عدة دول، بين الدول هذه بعض الدول في أفريقيا الوسطى، ممكن تحدثنا عما شاهدته هناك؟ والله دكتور زيارات معك كثيرة كانت، بس في أذكر مرة معك كنا في طائرة عسكرية وكنا محملين إغاثة لأحد الدول الأفريقية، وبالطريق انت استعلمت احنا بالطائره ان ترى رئيس الجمهوريه راح يستقبلكم، وكانت رحله يعني طويله اذكرها من حوالي 8 ساعات لتسع ساعات. نعم. لمنتصف الطريق رحنا ريحنا في خرطوم. نعم. تزود الطياره بالوقود وهذا، ثم اقلعت الطائره مره اخرى يعني، وكملنا المشوار الى احد الدول الافريقيه. اذكرها كان استقبال هناك، استقبلونا استقبال رسمي. نعم. وكان وزير المالية وزير الداخلية باستقبالنا. نعم. أخذونا إلى قاعة التشريفات، وبعدين بموكب رسمي رحنا أنا وياك إلى سمونه إلى القصر الجمهوري. وأذكر طبعا طائرة، كنا رحلتنا طويلة ومدتها المدة اللي رحنا قضيناها في الطائرة، فالظريف فيها إنها كانت يعني شاديشنا شوية تعفست من كثر القعدة على يعني بالطائرة، بس أحسن ما كان لأن عندك احتياط، كان عندك بشتين. قلت لي يا أبو صالح هذا بشت لبسه وأنا ألبس بشت ونقابل رئيس الجمهورية. قلت لك يلا، فقطينا عيبنا الشاديش المعفسة اللي إحنا أنا وياك لابسينها. تعرف البشوت بكم؟ والله ما أدري، أعتقد كأنك قلت لي إن هذول تبرعات مثل الموتى. لا لا، هذه أعلى تبرعات الموتى، لكن هذه أنا كنت شاريها على 4 دنانير وبعضها قصوا علي ب5 دنانير بعد. أي نعم. المهم إحنا رحنا القصر الجمهورية، قصر الجمهوري استقبلونا هناك، وبعدين عندهم بروتوكول علمونا الطريقة، تلفوناتكم برا وطريقة شلون تكلم رئيس الجمهورية وكذا، ودخلنا وكان حسب البروتوكول كان بينك وبين رئيس الجمهورية من الخلف في المترجم ويسجل يعني يتكلم باللغة الفرنسية ويحاول المترجم
يتكلم يعني يترجم لنا باللغة. وإحنا قاعدين هو الرئيس الجمهوري قاعد يتكلم يذكر ووزير الداخلية معانا وزير المالية موجود. هو يتحدث يعني ويسترسل رئيس الجمهورية يتكلم أوضاع أفريقيا وأوضاع البلد اللي فيه ويتكلم عن العلاقات بين الكويت والدولة اللي احنا فيها. فشيء كان بسيط كان على بدلة الرئيس الجمهورية. وهو يتكلم قام الوزير المالية ورقام للوزير وحرك للرئيس وشال هذا اللي ما تبين. احنا هو اللي نبهنا ولا احنا قاعدين احنا هذا الموقف ما نقدر لان ما في يعني ما تقدر تضحك لان كانوا حريصين جدا على الاتيكيت. فردينا ورد وقعد وكمل كلامه تكلم. وبعد هذا انت بنهاية المقابلة قلت به جات كلمة دورك وتكلمت انت ويعني اثنيت على هالدولة وعلاقاتها معانا ومع الكويت وهذا. بعدين قلت انا يعني افضل شيء بهدي البشت اللي عليه. اي اذكرها انا قلت ان مع الاسف ما اعطيتني مجال اروح ادبر لك هدية. ايه فقلت وكان هو قسيس سابق. ايوه صح كلامك. ايه بس انا ذكرك شيء دكتور. ايه ان هذا رئيس الجمهورية أي. وصل للحكم بعد 8 انقلابات. اي نعم زين كان سبع يفشل. ايه سبعة فشل. اي وهو سوى انقلاب مع عسكري ثاني. نعم. الثامن نجح. اي التاسع قلب على رفيجه. اي بهذا يسمونه. المهم انت قلت قمت اخر شيء قلت انا بهديك نزعت البشت. نعم. مالي. اي نزعته ولبسه ابو 4 دنانير. اي ولبسه على البدله اللي هو البدله اللي لابسه اللي عليه. اي نعم ولبس قعد. الحين رئيس وزير المالية مسلم. أي. فلازم والداخلية مسيحي كان. نعم. فهو بيوريهم انه انا مسلم واعرف الاتيكيت هذا. اي نعم. فراح وربط الدربوية مال بالبيشت. اي نعم. على رئيس الجمهورية فخزم مثل ما تقول خزم احنا نقول بالمحل خزم. اي نعم. وقاعد يكلمنا هو متسمت. اي نعم. ايه. ليه طلعته برا يعني ودعنا لبرا القاعة التشريفات. نعم وهو اي وهو مربط. فهذا يعني هذا الموقف كان مستانس جدا رئيس الجمهورية. نعم من البشت. اي نعم كان مستانس. أي. يعني وايدة حتى قالوا انا بعطيكم حراسة طيلة فترة اقامتكم في الدولة عندي. نعم. يعني هذه يعني من الاشياء اي لا اذكرها ما تنسي. أي. العادة أي. انسى بس هذه اذكرها. اي نعم واعطانا ارض في مكان. اي نعم اي نعم صح الدكتور جيد في داخل العاصمة وبنينا عليها عمارة. اي نعم صح. سكن لنا ومكاتب وهذا يوريك بساطة الناس. نعم. هناك ناس طيبين حتى مقرنا قال انا بي بحضر بافتتاحه اذا قرر. نعم. مقركم اذا انتهى. نعم. انا ابي احضر وبيشبونه هو احضروا اظن. نعم. 5 وزراء لوضع حجر الاساس. اي نعم لين قبله كنا ماخذين ارض ومع الاسف واحد من الوزراء استولى عليها وبنى عليها بيت حقه. أعزائي المشاهدين كان بودنا أن نستمر مع أبو صالح لكن الوقت ضايقنا. دعونا الآن نأخذ هذا الفاصل ونلتقي إن شاء الله بعد ذلك. مرحبا بكم مرة أخرى. ومن الغريب ما أذكر أن كنت في إحدى الدول الأفريقية في المنطقة الجنوبية وذهبنا إلى قرية وكلمناهم عن الإسلام. الحمد لله كانوا هم مسلمين ولكن كانوا ضعيفين جدا وكلموني قالوا لي ما عندنا مسجد. فقلت لهم الله يسخر لكم. وإحنا عادة ما نبني مسجد لمجرد طلب من الأهالي خل نشوف مدى استعدادهم. فقلنا لهم أنتوا ابنوا مسجد. قالوا إحنا فقراء. قلنا لهم ابنوا من القش ابنوا من الصفيح ابنوا. فقالوا الصفيح بفلوس. فقلت لهم الله إذا ما تبنون ما ممكن إحنا نكلم المحسنين في الخليج في بلاد العرب ونجيب لكم مسجد. فواحدة من النساء وقفت تكلمت سألت المترجم ماذا تقول. قال تقول عندها بقرة واحدة لا تملك من الدنيا إلا بقرة
باعت البقرة واشترت صفيح وبنت المسجد، وما كان عندهم إنسان يصلي فيهم أو يعرف يصلي فيهم الجماعة، فكان الإمام في قرية ثانية، وإذا نزلت الأمطار انقطع الطريق فما يصلون لأنهم ما يعرفون الصلاة. بعد مدة أرسلنا لهم واحد، وبعد ما ثبت إسلامهم بنينا لهم مسجد وأرسلنا لهم داعية، والحمد لله أنا فخور فيهم الآن فضل الله سبحانه وتعالى. عندما رأيت مدى اعتزازهم بدينهم فضل الله سبحانه وتعالى، وقارن بين الوضع اللي كانوا فيه والوضع اللي هم فيه الآن، وهذا مرة ثانية بفضل الله ثم بفضلكم أخوان المشاهدين. في النهاية نشكركم أعزائي في هذه الحلقة، وإلى لقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.